ولی درس دادن این آموزشان هایی که تبعی داره و سیاره‌ای دشواری داری بوده دیگر سری که دیگری دارد لازم است که بگویم پیروی ولایت ملی این دیگر دوباره کدی سرایت دارد و آموزش آموزش دیگری این آموزش دیگری کاملا دوست و هم عادلی دارد و از این دوست هنگامی این وقت دیگری جرنا حتى الله كنيه أو يعني أوري يرسيه أي أنا تأنو عن هاينا أو نشلوك بلا ما هو أمد نقص وصعن جري وي استأسنا أنو ما أنت وحكستا وح حاكين على جيران وحي كانين على سكوي دي شلي وحن هو عنو تطورات نشان سر أيام بجرا أيرو إن كان عن كل متعلم أن لهن وحن لنا أن جرين أيا وحن صنع إني ودن كي أنشري أضياش أي صنع ين أيا ما أنت من الله أيا محل لي ألف وحملة إدا أصل وحملة وهاي إلى تامك أنون تاس أيلاه وامد النو يعني رواشة يعني البحر ما ذا يعني أيا برد إلى شري وحب وحلي يقان مجري هك أضيا له أو أنا وحن صنع علي أضي أو عسكري أو تلياني أو عسكري تلياني أيا ما أنت النو صغير إيه كبير قبلها هنا أف يعني تي أغير أي سدح إطول قومية أفضل أي كهل ليسو إنا يعني النلي راهدو ألف واحد ملك قال جعلنا واحد ملك اللي راهدو أنا واحد نواركي هاينا وقلب وين أو بيش اللي قالي سيدا آوي أنا واحد وفقصنا هاي عبكي شلي مع وذجير مع أغاسكي مع توتي سراتيو وحقر بلدوين كبه هاي أيا قال جعل هدامنا هاي وفقصنا هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله ساس مرك أي تهي إلهي حتى لو حد إلهي كل شيء هالك إلا وجهه إلهي وجه إلهي وحن ذات إلهي وحن أدينك وحن يمدلته إنت كلا هو تليس وهو تليس معايري فأوحى الدليل إلهي وحن أمي لحذن إستقال أمضوط أي إلهي أمي وأمة محمد كهرس من قبل أمة محمد لحلن السلال أمضوط أي إلهي أمي لحلن السلال كي أيجها لما أنتوا وهر أكسبين أنبياء الله ورد ربنا إلى عاصيا ساسي نكوها أكسبين أم لها صور ويتحرك بدنايين أم لها أم الدنيا محمد هذا الجوكت ويتحرك بدنايين ويتحرك بدنايين ويكثر بدنايين ويتوح قبسين بدنايين حب ويكون إلهي ويجب كمنها التي لم يخلق مثلها في البلاد هو إلهي يلوى كمنها وحب ويجب إنت سيئ إخوتي في الله كل إيجاها لها بادي كل إيجاها أيان لها بادي وكبحي باقد كبحي نحن أمة الآخر بالليلة أنه أمدي تضباطنا بالنهي أمة الآخر بالليلها إلهي نواء أماني أمة الآخر إلهي نواء أماني أمة الآخر في الدنيا وآخر وي والآخرة أول الجنة بالنبي هو الجنة وفرت الدنيا أو أي بطق أنا ترسليسا ذنبي وحي ترسليسا حقيرات وحي ترسليسا عدالة الدهر وحي ترسليسا إلا وجه الفري لرى لرى وجه الفري وحوان أبو بسنية أول ما الليلة وحاكم بسنية ترنا أول إلهي ما أسكره ما وحنو ما تريس أول إلهي ذلك أهي وحا أغانيستان ظلم وحي اللي قلت بسا وردمان بلد الجاران من كالظلم ده
معناها قال جعل هرشة في قول هذا
هذا هو المكان الذي يحصل على 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 المكان انا اقول لك لكن تجينا الدفاع جوية وحيتها أولادة إلى الجارو هو وحكو قوسطة بصورة أمان يقر مجين الربات كما سوحت للجارو حكا بغانها عرنها بحن إليه يكون نعبا تذكرك موضوع نعبا حوغاير الحمد دائن أليه قد أتكيسي قادي يريه هاي والعيوب هذا هو أولي ساهديه مبو مليني وحاقشي قاسي الأبناء تلاتها تأسان الكادرين أنا ما أقدر شيء ما أنت شفت يا ورك فرن على أي إيس يا إيس لو ما سنتين غير رئيس دكتور كين هنقول وحيلة يا شيء يا هذا الدفاع ووين هو هذا إيس لأن أنا ما قلت ما جيو وحيلة شيء هذا الدفاع هذا الدفاع إن أنت بس ما ليش جو جي الجو بلا توفى أنت عادي وحلو بس كان جهل وابل نور وابل مارد وابيل جعل اني دلسوات مرضان وابيل جعل ان اي مرد من الجريان وابيل جعل ان كان سمان هو مرض فاصل وحاب الدليل اه قميس بي تليان المرد السوق لي عند الكيرية شو اللي هذا ايهان هدر الوطي وابيل جعل هل قلت بس فعل بخيرها وحاب الوطي وقلنا وقلنا حد السياسيين حسن مرحبا وحسن إلى الحب لي ووحي بيدنتها السياسة دنا احنا نمرية سياسة بيت المركة وحن لي هاي بيشني هدي هذا كهر كنت لي سد حسنة هدي هو المصري هذا هو المثال انتهي الحبوة اللي حسنته لحبك إلى هذا واسكمل سياسة الصومالية لحنكي هلكي جوتنا من تاجتاي مركا سوكادر بوسوي عدالة بوسوي عدالة دي هدي اي سوء واسي او ادي او جاويهن اين لحد الله حينين جاجيه او بوسوي قلي ان او ميس بديجان كوكولي هاي لما تجدين الكوكولي ومدن بسوكولي هاي حقي سرق ودعصروا ايو قوامي هاي سعد راجل بيش قال جعل عند دولك سوى جدا ما ملك سوى دولي إلا عند دولك كما أمر أمور من أمني يعطي بطريا بعد سعد راجل حالي هاي وانتي دي دولي هنا وانتي دي عند دولك وانتي دي حدبيك إنساني لكل حصل مركا سعد راجل حالي هاي بيش قال جعل حيوان بباتي إن أنا كريم قريب دون الإيمان ومحمد حد مرور مسؤولين تدلت إلى الجوان ساعدت الرب كرجاء مبنيه تقبلون إلى جوانية نريد أن نحن معنا سنجار فهدون هاي الدفاع دفاع الجرب الله وهي إن كان عما سريسا ميش الجوزة وإن قررت إنت الجوان تقريب إنت الوصول انت قرار تقريبه ما ضد اقوله وضد اقولها وضد اقولها وضد سياسيتها وضد بسهاره وكان وهنا ما حل يوم تقرر هل ورقيه ليش سمع ما حتى تقرر الى مقيه تشطر اقول في الان وعتشاء بين صاحب طيبة وقدمت بحر الوراء مرق جينية الربوياشي شركة فوق بردين إيه الشعب والشعب السوقي بدري إن دعي بشكر يا والسلام عليكم ورحمة الله إيه أنا روح عن هاي بيل بلارة وإنت أسوق قبل دكتا
وحن أمرينا يا وحساك اللي إسو شاك شاك مني قبيل معترف عنا هاي سوماليا ندقن وراك إيه شرف إيه إيه أوريتنمو إيه دنمو اللي قوية قانانا وحن هاي مركة إنه ما هن إنه نقرويني إنه نقول لهم ما إنه أنا سياسيين لهم ما إن أنا بقول لهم ما إن أنا بحضر لهم ما وها مركز تأنجا أود إن الله دول منايا وسبك ولادي شرف عنا علينا هوا وها كنا يا مرور بإلا دول ميو إلا كنت نسد حسنا كل واحد بيش أي حق إرناته وإن أنا معنا دولنا أو ضمن ولد أهين ولا يشرفنا أسماء ورجع لهم واحد لكن سمعت يعتدم بالجار ماني وعن ديار أمها شنطة فرمي كلا سارنا شنطة سارنا وعن ديار أمها إن أردوك أن يشرفت أن يدني ماذا أنه أدفع أنه أمنا من ديار أمها وعن مركز وجه دنايا نظام كستا حضروا عجرة إن عرشقوا كإيماني باش أقول إيماني دباتة بغا وعلى الدلمي سجارة لو دلمي سنبر وباشاني واي وعكينا يا وان إفران وصر شاكني وعن غرنا مركة نظام كاد يجري الدولة دا عكا جرمش أيضا مسؤول كأه وعلى وحي باشا قال جعل كسوابا حدا يمعيني يا دي غرين انتبا واي أيضا أصبر أيضا مسؤول كأه أيضا بدمنا يمعانكي وعن غضنا مكة أنا هو حنا يدجرو إت أن جريتان كنا ويجري إن ما جرتو إت أن خبري إننا ملا وعن قبلنا واحد أسر تاني هذين مالي إن شرفت لي دمنا يدفع وعن قبلنا مكة دول كهيران وعاقد عشان يتمك يبشة طبعاً فدي أي سوي مالين بيشة قال جعل أو أغاسك بيشة حلبا نذا نبضون نذا وحقارتك فدي قياس براح انتوا بايكو قبتين لوغت السنه ايها المستقبل باشا قال جعي قوانا دي كسو بحي شركاس ايان وحان او ايدينا سي لميت اهماين تاس ميت لمينا وحان قرب تاغنا اواز كان يحل بانا دي انتو بوزن سوي ورنا حماس الديسي ايو وعد يسي وعيد كيسي ايتي حتى ام ارقني ايان او فيلم هيت ابوانا رغبا ان ان لو قضب ان كيدا هدو هرب كوبات هرتو waxa way aan waxaan raba taariikhda gobolnimada inay wax ka yiraado kala maane galjaal inay wax ka yiraado aan taariikhda gobolnimada marka ka hormara taariikhda gobolnimada ragii taa la waxa qaadi ragii tala abwaan iyo dhaqsaba taa iyo calankeeno toobiyaha wanaagsan ee ragii nagu tilmaameenay tawfiiqda ninkii jacayl taladii Soomaali isitaani intaan dowladnimo calanka loo taagin tilaabadu waxay meel dhigan oo tabartu gaabnaato dowladaha tanaadkii waxay dunidu taageerto waxay taakuleeyaan haday calanku meel taagti tiirka oo dhaxaadii rabbi taala loo dhiibay tiirayaanii soo mareen calanka loo taagan tiirayaanii soo mareen calanka loo taagan taaladii SYL dhigan tacadi kuma roono Soomaaliya toosso ee talada ku heshiiyo tolmiyo qabiil dowladnimo kuma tagaysaane tawfiiq la'aan lama dhisme taas ha la ogaado tabad iyo idaa jaa taqima iyo yuusuf tabad la xamiinnimo la barin tawba iyo diine suuradu ilaahay tahay oo tuwa dambeysho ah hore kama tafsiiri karaan niman tacliin gaarin waa maya tala xumo waxay la mid tahay tolan abaareed tanaan iri tabaan ka ayaa lagu taaluukooda waa in la isticgeliyo ka tagay tabarna ka yahayso tacbada iskaashada dhulka laga tanaadayo Soomaaliya waa tan tacabiyo qoranay walba waxa tar ilaahay tiin noloshaado turti noloshaan taagan ee turacada weyna isku tiin sanado shacabiga taadu waa raaxo tawfiiq la lama dhisme taas hal ogaado taas waxa weeye taariikhda gobolnimo gaajay lagu dayaa gaar ahaan go'aamadii dambiyada gobolka Hiiraan gacan midig ah lagu qabtay gudiga laatiin gal jacel lisma gaaray gudiga oo lagu fulaaday go'aan ayaa ka helay go'aanka ku saaran dugsiga go'aanka wada gacan laatiin gacan saar xawaad la diyaar garoonka Hiiraan
adigaa isbeel waxay haddii garab nagu sheegtay. adigoo dareeraha maxaa gura lagu saaray laisma gaarin geedigaugu xoraaday gaar jahal guufo soo madoobaatahan geeda qarinay weliba geediyaa ushaa garabka ku saaray gaar jahal haddaad gura lahayd ajeer waxtarmayo weliba geediyaa taa ushaa garabka ku saaray wufasoo madoobaatahoon geedo qarinaynin gandariisa sooyaa tahay ma wax garanaynin goor buundaraa taagan tahay geedo xoole goorkii xolama geesiga dhashiyo kii wax garanaya gaar jicil dhammaantii nin gardheer soomaaliya haddaan meel isugu gelin oon gaar ahaan barsalo gobolo dhaaaaaji sababtoo ah
هدي كسرنا دبيش الدولة إن كرسوا نقطة معناه والله قال جعل إنه قرن دمس يعني قال جعل وخرية دون قال جعل وقال من الدون لا تسأل كلا نديك عني ما تصدق كلا إنه سن قال جعل وقرن دمس إيه ما قال رأس ذلك جبوت سنة كلا ما دخل مركوها قال جعل حبن سياسي وبرلمانية أيو أبوهاري أم قولي سي قرنه سوال لو سعليه mid labaad waxa ay mataqaana hadana ay bixiyeen si qaranimada Soomaaliyeed loo soo celiyo wadanka Kenya labada ee kun 2004 xilwaanada jooga marqaato oo maanta weynaa gaajaca qaran dunis maaha gaajaca waa qaran lise gaajaca wuxuu raadinayaa xuquuqdi meel kula ayaa joogtaan dadkuna inay wada hadlaan ay labadaas kelmadood ayaa walaa inaan idinku biiriyo aad iyo aad noo maasantiin waxaan sameeyaa hadalkii uu yiri nabadoon yuusuf aadan maatay dhegeyna ku dhacdo waa inuu diyaargaroodaan midnimada iyo sii loo raadin lahaa xuquuqda beesh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mida labaad dowladda hadda ka talisa dalka soomaaliya waa dowladda federaalka waa dowlad hay-ada oo waxay ku timid yani xubintaankii dadkii odayaalka iskaxilan bay ku timid madaxdeeda odhanna waxay ka soo jeedaan dhammaantoonba badankood waxay ka soo jeedaan bujiyada rayidka madaxweynaha ama hadalda ra-iisul baarlamaanka ama hadalda golaha wasiirada yani wasiirka koowaad oo sida wasaare ah dhammaantood waxay ka soo jeedaan bujiyada rayidka ah qaybaheeda kala duwan laakiin nasiib darada dhacday waxay tahay waxay ku dhaqmayaan sidii dowlad yani xoog ku qabsatay dalka oo militari awood ku qabsatay oo kale ayay ku dhaqmayaan oo ma tixgelinayaan cabashooyinka ay soo gudbinayaan beelaha soomaaliyeed iyo dhibaatada ay soo gudbinayaan iyo mataaliintooda waxay ku qabanayaa madaxda qaranku waxay iloobeen inay ahaan jireen bushada rayidka ka tirsanaayeen intii loo baahnaa inay cadaaladda sugaan ummadda si xaqa wax ugu qaybiyaan dhaartii ay dhaarteenna ay ka dhabayaan meeshii loo baahnaa ayaa waxay ku dhaqmayaan sidii dowlad xoog ku qabsatay dalka oo militariga ku qabsatay oo kale markaasay cadaadis iyo inay dhaatada ku wataan dhagaha ay ka saraysaan ayay keeneen taasina waa wax yacni dhibaatada kuleeyahay qaranka soomaaliyeed oo dhan dhibaatada kale ay jirtaa waxaa ka mida taasaa mas-uuliyad mas-uuliyadda labaad madaxda qaranka si wadaba ma yaqaaniinba miisaanka beesha gaajicel ay leedahay ma yaqaaniin markaa aan u idiin sheego aqoon muqdaa deegaanada ay jogaan iyo dhaqaaladayda iyo waxtarkooda wallaahi laysa waxba aqoon dalil an waadin siinaya maalin hore waxaa jawaab nagu yimid arag jooga madaxda wadanka ku sareysa nin kamida ayaa noo yimid dadkii soo dhaweynayay oo macnaha qabaayilkii soomaaliyeed badan ayaa goorgoobo kale istaagay hore walba waxay qabatay ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka caamka ay ku ahayd ayay qabatay markaasaa ninkii mas-uulka ahaa oo madaxda qaranka ugu soo fasaxanahay goob ay joogeen beeshii gaajicel oo si aadan isugu abaabushay ciyaarihii lagu yaqaaniy oo hidaha dhaqankana samaynaaya ayuu qabanayay dadkii la socday oo baabuurka la saarnaa ayaa lagu weydiiyey meesha gaajicel tagay ma aha hadalkaas ma aha hadalkaas ma aha waxaan iska leeyahay ama aan kumanaya maaha waa ogyahay qofkaygaa sanartiisiyo qofka kuli inta waa ogyahay oo hadda miyaan u mariyo keliya marka qof ay ka jawabto gobolka shabeellaha dhexe gaajicel lagu jiro waa ku fadhiyaa miiskii wax lagu qaybinaya soomaali wax lagu qaybinaya ayuu joogaa maxuu yaqaanaa miisaanka gaajicel waxaaqaana waxay soo qaanaa markaa waxaan usoo jeedinayaa madaxda qaranka waxaan usoo jeedinayaa gaajicel waa tiir ka mida tiirarka ay ku dhisan tahay dowladda federaalka tiirkaasi haddii markaa uiyo walaala ma dhismaayo dowladda federaalka dowladdu waa federaal jujood waxmayaala ma jiraan cid isqasbi kartaa maa goobeed iyo wixii israa'iil isdoontaan dowladda madaxdeeda waxaan u sheegay inay tirgeliyaan codsi ay usoo jeedinayaan beesha gaajicel xildhibaanadii hore iyo kuwa maanta wasiiradii hore iyo wasiirada hadda waxaan salaamayaa bahda saxaafadda saraakiisha odayaasha nabadoonnada waxaan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idiin sheegayaa meeshaan maanta hadal fara badan waa ka dhacay hadal badanne wax ma taro haa la iska rabaa wax qabad anaga
هذا واحد كان يمتنع ولعلم في إلى يوم هذا رجل سياسيين في مؤخة يمتعي على الحوارين ما أنت من عن دليل نصر جيدا لما أعتقد عنها يسطط إنه يعطون مالي أليم السيجين فكي نحن نجي طبعاً من الجنود الهيب وزيد مهمة عن سبع الهيب ما أنت إلا أنا في تلك دول إيمان النح ما بتضبطها إلا شامح إبان كاظ الأرض وعيان دول ذلك بشي الوزاج الفرق لديه السياسيين دول بأس التوصل وعليهم عيني كورا مصيرة سدحنا سنصور رمضة دلوقتي وكلك وقالتهم حالا سعب سنصور سنصور حديث سنصور وعلى مكة عرب بحنا عبدي أبا يا شدي إبنات وجعونا مركز ينبغي إيه سنصور وطاعي إيه سنصور وطاعي إيه سنصور وطاعي مركز وعلى ربا إنا عم جعل سلطة شرم مركز وعلى شرطة عن تاقيرا لوقتي هيران شبكي كان عايشة لتمنكي أكتوبر مركز تيادة كلك أنا ما أدري عن بالي ما أنا لو بتجيني ميوشيني أو ياشيني سياسيين تين استحقينه وهاست وأنا أيام ونعيشون ما كل حاجة هذا هدي دولة دولة عن كل نهاية عن كل لحظة دولة ما متك على الطريق تركيا حتى عن كل نهاية دولة وحتى شو بيعملنا يعني زعل إنه ما حضي هاي أمريك كتر هاي لا يعني صلى الله كده لا حام هاي أضع سبارينا وأكل اللي يشير رايا ضرم هاي وباها لحد جنة هاي ضرم كينا وباها دلعة ضرم كينا باها دلعة قال جعل أوب دقي هاي معاقو شرع وحق أوضع من كسم هاي من ضرم إنت وبحيش هدي قال جعل أوب وقام لأي هاي دورت بقوة عن كل أنها كان كل وينه ضرب وينك إلا كسمعي إنت أصدحي وكي أمجع عن دورت بحاء عن سينه وعن شمله ومسوبك له وبدله وعانله وقال عدان قرصنه وعن الأسنباية قصمع أنت ماشيك عن سوطة عينها عن سينه علي نهي وحن هي عن رب العلايا لكن وحاية تشتك أنا لو كيف تجنه ونيرات تسكي جبته إن كان ولدي هذه الأمور عيب كان كلام أول مزاي وهذا مزاي هي رب مطلوب هو يسوع لجنة على سؤال الله فهذه من بعده هو أصلنا لكن هذه هي كنا قرعة كنا قصة هي كنا هم هذه الأمور هي يعني ما كنا إيش ما جينا يا قبلها يا سؤال ما طبعا